مانويل بولش نسلم لكم جوال بريدوليون تال روح اقرب وهرز اسكالي سكتوري تم التسايس مش ناسي سيمتا للويشنس عندهم البولش بلا قولة نيس هما كرواتي وسربي يطلع البالون يهرب البالون ودي بلاتو يو بلتا تاتيا وانتاكتا باك لين يرسبوندي بيرميتس يكون جابر فدازاي للامش لامش يدخل ودي الضربة يجيب من الاول لامش البولاك الهنغاريز من تحت ميرل بيرسوت جولر برا ولكن رجيت لكنين تلا لدانيال نيفايوفيتش عرفتيت ما يحطافش يكون ويكون من جديد جاوتشي دي بلاتو من برا يسيب الشبكة وصلنا في 17 دقيقة و 30 ثانية روب يكون فدازاي لوقت اللي ينزل يكون ناكلين اللي كانوا وقت فورتونات مع باتش روزي زي ناكلين لله اكولينا اكولينا وحده يولي يلوبيا يكون كابو فدازاي اللي يسد الضربة يدبوزيت البالون في اللاستا اللاستا ويجي سبيتشا في ستادني الضربة يكون مبسوط ليعمل كل نيافوفيتش لناكلين ناكلين يبروفا من برا يسكوستيا من بلاير يجي بيتر ناودي ناودي يخطف البالون وزر للجابور فدازاي كاتشالو بينا تيم وكم باسابيغا هناك بيجليا يرجع للريتسو ريتسو يدخل الى كولين كاروانا كومبيناتسيون طيبه بين باساج تاع ديوريتش يكونش بريتشيس جابور فدازاي يسيبو من الاول ما سجلت لين راسيت ماكليل ماكليل يخطف البالون في مكسلاريا يوسف كاميليري يسرع البالون جابر بدازاي ويحط كينتا يكون سافيتش من المباراة 23 نسلم لكم جراتسي تالي كنت وجوبكم تكونوا معنا جراتسي لكل الكولابوراتوري تاعي دابي شو ولوك زاميت